اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من حلقات برنامجكم تأملات انسانيه، ومستمرين في الموسم الثالث من البرنامج بعنوان بيت العيله. دخلنا مناطق كتير شائكه، اتكلمنا عن الرجل لا يكتفي بواحده، اتكلمنا عن الشغل وهل البلد ما فيهاش شغل، والنهارده جايبين لكم موضوع جديد من برنامجكم تأملات انسانيه. الموضوع هنتكلم النهارده عن بيت العيله في السينما والدراما المصرية. هنتكلم ازاي السينما تناولت الموضوع وازاي الدراما تناولت الموضوع ده، ولكن اسمحوا لي ان انا اقدم لكم هدية هذا الموسم الراجل المحترم جدا، محترم بزيادة فعلا، الاخ الغالي اللي فعلا يعني على طول بيدعمنا، واقف جنبنا وبيدعم الفكر والثقافة. ضيف الحلقة النهاردة هو حاصل على ليسانس حقوق، ثم سافر بعد الحصول على الليسانس بحوالي سنتين عاملهم في مجال المحاماة، سافر بعد كده للمملكة المتحدة لإنجلترا ودرس ماجستير القانون التجاري الدولي في لندن، ثم عاد بعد كده إلى القاهرة وعمل لما يقرب من 10 أعوام كمستشار قانوني لأحد البنوك، ثم أسس شركة تجارية بعد كده، شركة بيوتي ديرما كلينيك، وله بعض الكتابات القانونية والاجتماعية، وله اهتمامات في مجال الثقافة والفنون. أرحب بترحيب خاص بأحمد بيه. أهلا وسهلا بسيادة. أهلا وسهلا بيكم. أهلا محمد بيه. أهلا أستاذة ياسمين وأستاذة نور. ربنا يخليك. أهلا بحضرتك. وأرحب بزميلاتي نبيلة ونور اللي منورينا. واسمحوا لي إن أنا أسجل يعني حنين من نوع خاص لزميلة كانت مشاركانا البرنامج، إن هو ما زالت مشاركانا البرنامج، ولكن إن هي لظروف عائلية، هي مسافرة في زيارة عائلية لدولة أوروبية. وإن شاء الله يعني بإذن الله ربنا يرجعها بالسلامة وتكون معنا الحلقة بعد القادمة بإذن الله. اهلا وسهلا بسيادتك احمد. اهلا وسهلا فيك. سعداء بوجود معاك. ربنا يحفظك. ايه رايك في موضوع الحلقه بقى النهارده في البدايه كده، وبيت العيله والفن طبعا هو موضوع دسم جدا وجميل. عايزين بس ندي للساده المشاهدين الاول فكره مبسطه كده عن تعريف الاسره في علم الاجتماع. الاسره في علم الاجتماع هي الخليه او البنيه الاساسيه متعدده الاجيال للمنفعه المتبادله. تساعد افرادها على الوصول الى اهدافهم في الحياه، وتساعد على تعليمهم قيمه الفضيله. ده تعريف الأسرة في علم الاجتماع، مؤسسة متعددة الأجيال، يعني جد ثم أب ثم حفيد. لما جم يناقشوا الأسرة زمان، أفلاطون قال في كتاب الجمهورية، قال إن إحنا عايزين نلغي الأسر عشان يبقى ولاء الأفراد للدولة بس. جه أرسطو قال له لا، ده مستحيل، لأن الأسرة هي المدرسة الوحيدة الموجودة في أي دولة لتعليم الأفراد قيمة الفضيلة وتعليمهم الولاء للدولة. فوجدوا إن الأسرة شيء ضروري جدا وهادف جدا ولازم الإبقاء عليه للأبد. طيب دور الفن في مصر، هل الفن له دور في مصر؟ طبعا له دور تاريخيا. مثلا لو جينا على واحد زي سيد درويش، سيد درويش هو اللي علم المصريين المقاومه، لدرجه ان الانجليز فكروا ان هم يمنعوا اغانيه، فلما جم في احد القرارات منعوا نطق اسم سعد زغلول، راح عامل هو اغنيه عبقريه سمى يا بلح زغلول، خلى المصريين كلهم يغنوا لسعد زغلول بدون ما يثار اسم سعد زغلول، لدرجه انه بيقال ان الانجليز قتلوه ومات مسموم عشان يخلصوا من مقاومته الوطنيه. واحدة تانية أو نموذج تاني في الفن، واحدة زي الهرم الرابع أم كلثوم، كانت حفلاتها في دعم المجهود الحربي هي اللي خلت كل العرب وناس كتيرة جدا من دول العالم تتعاطف مع الجيش المصري بعد هزيمة 67، وأنا بعتبرها الهرم الرابع فعلا. وفي العدوان الثلاثي كانت هي قاعدة في الاستوديو، قالوا لها إنه احتمال الاستوديو اللي أنت قاعدة فيه ينضرب وأنت تموتي جواه، فضلت إنها تستمر في التسجيل حتى لو ده أدى إلى استشهادها وهي بتأدي عملها. طيب احنا برضو عايزين نتكلم بمناسبة الأسرة، يعني عايزين نتكلم كمان عن الأم. احنا نلاحظ ان زمان كانت الأم في أي مسلسل، في الدراما وفي الأفلام كمان، كانت دايما هي العمود الفقري في المسلسلات وفي الدراما، وهي المصدر الاحتواء والأمان وكل الكلام ده. دلوقتي احنا في العصر الجديد يعني، أو في حديثا في المسلسلات وفي الدراما في الأفلام في كل حاجة، في شكل تاني للأم. حضرتك شايف ايه الفرق بين زمان ودلوقتي، وايه طبعا الأحسن يعني؟ لما نيجي مثلا نبص لدور الام او لشكل الام في الدراما قديما، هنيجي نلاقي مثلا مسلسله عظيمه زي مسلسله الوتد، عملها الاديب الرائع رحمه الله عليه خير شلبي، صورت الام باعتبارها هي الليدر في العيله. طبعا صحيح ان ديت كانت في المجتمع الصعيدي اكتر، ولكن عايزين نقول ان دوت دور الام على مستوى جميع الاسر. ولكن الام العظيمه اللي هي المرحومه هدى سلطان كانت بتمثل، هي بتلعب دور الاب والام، فكان عندها كلا الصفات، القسوة والشدة والصرامة في توجيه أبنائها وحماية مستقبلهم، وفي نفس الوقت الحنان والود. وأنا أعتقد أن ده دور الأم المصرية في جميع البيئات.
فيلم تاني مثلا زي لا تسألني من أنا، لعبته القديرة العظيمة شادية رحمة الله عليها، مثلت دور أم اضطرت أنها تبيع احتباناتها عشان تنفق على باقي الأبناء، ومع ذلك راحت اشتغلت خدامة عندها وجمعت الأبناء على حبهم مع بعض، لدرجة أن الأخوات في الآخر طلعوا مترابطين، والبنت اللي اتربت في بيئة غنية ساعدت إخواتها كلهم ووقفتهم على رجليهم. ده بالنسبة للدراما قديما. نيجي نشوف في الدراما حديثا، هنبص نلاقي انه في احد المسلسلات الرمضانيه زي مثلا حكايه مره، جابوا بنت عانت من القسوه وهي طفله وهي صغيره، وده شيء طبيعي، ناس كتير جدا بتعاني من القسوه. طب انعكاسها ايه عليها زي ما صوروها في المسلسل؟ طلعت في المسلسل بعد كده باعت اولادها هي الشخصيين، بقت وكمان بتخطف اولاد الاسر الاخرى وتقوم ببيعهم، وفي النهايه خدت اعدام. فطبعا ده نموذج سيء جدا للام في صوره الدراما المصريه، وصور قيم سلبيه ويكاد يكون دمر صوره الام. كذلك لما نيجي نشوف على مستوى المنظومة القيمية في المجتمع المصري كله، هنبص نلاقي مثلا في مسلسلة قديمة زي عبد الغفور البرعي كان بيمثل صورة برضو الرجل الصعيدي اللي هو جه معدم وفقير تماما، وهذا المسلسل الرائع أنا شايفه ده يدرس فعلا في المدارس، لأنه بيرسم صورة شخص عظيم من ثلاث نواحي. الناحية الأولى أنه صمم طول حياته العملية من ساعة ما بدأ على فرشة بسيطة، ثم عربية يد، ثم اشترى محل، عمره ما دخل قرش حرام في ثروته. النموذج الثاني أو الناحية الثانية من نواحي عظمته أنه احتفظ بزوجة واحدة من بداية فقره إلى نهايته، وهو على قمة الغنى والثراء ما فكرش أنه يتجوز عليها أو يطلقها أو يسيبها، بل بالعكس فضل يرضي رغباتها لدرجة أنه فاكر في المسلسل أن هي غارت من السكرتيرة بتاعته في المصنع، فقرر أنه يستبدلها ويجيب سكرتير راجل إرضاء ليه. كذلك بالنسبة لأولاده حصل مشاكل لأولاده، بنته الكبيرة اتطلقت، ابنه كان تايه وعايز يهاجر وتجوز واحدة أمريكية، ما تخلاش عن أسرته إطلاقا، وقف وقاوم المصائب والقدر والمحن وكمل مع أسرته لغاية ما وصلها كلها بر الأمان. ده نموذج للشخص المصري المكافح. لما نيجي نقارن الكلام ده مثلا بفيلم مكسر الدنيا دلوقتي زي أولاد رزق مثلا بجزئيه، بيصور مجموعة من الشباب والإخوات بيعتمدوا أساسا على فكرة العزوة وإن هم إيد واحدة، والاستقواء في الشر، يعني الاستقواء في الشر مش بالزبط. مثلا ان انا بدعمك في اتجاه خيري تمام. فهم بيستقوا باللمة اللي بينهم وبيقولوا طول ما احنا ايد واحدة محدش يقدر يفرقنا. بيعملوا ايه بقى دكتور؟ نتكلم عن الاطفال. الاطفال طبعا العنف الاسري اللي حصل دلوقتي، يعني في قصه كده انا شفتها على النت ان في بنت كان عندها 9 سنين شافت مسلسل درامي، بنت عندها 16 سنه كانوا يعني بيعاملوها معامله سيئه جدا وبيحرقوا ايديها اهلها مش ناس من بره، اي حاجه تعملها غلط يضربوها. فالبنت كانت كل مامتها تطلب، اللي هي عندها 9 سنين كل ما تطلب منها حاجه تضربها. فكانت تقول لها انا هموت نفسي انا هموت نفسي. ففي يوم من الايام مامتها بتنام اخوها الصغير، فالبنت قاعده تخبط على الباب، فبتقول لها ما تخبطيش على الباب انا عايزه ابتدى اخوك هينام شويه، وبرده بتخبط تاني فزعقت لها. فراحت البنت جايبه حبل وشنقت نفسها زي ما شافت برده في المسلسل بالظبط، فعلى ما جم يلحقوها طبعا كانت البنت توفت. فاحنا عايزين نعرف اثر الدراما في سلوكيات الاطفال. انا بايدك تمام في وجهه النظر دوت. طبعا لما بملى الدراما سواء مسلسلات او افلام بنماذج عنف زي اللي احنا قايلينها لسه مثلا اولاد رزق او غيرها، هو اساسا انا برسخ في الطفل او في النشء فكره ان هو اساسا كفاحه في الحياه ما يبقاش كفاح حلال، يبقى كفاح حرام، والكفاح الحرام او المال الحرام اكيد هيبقى مقترن بالعنف وبالبلطجه. الكلام ده دلوقتي يا جماعه كمان بدا ينزل لمستوى افلام الكرتون وافلام الاطفال اللي كنا زمان ده نسبه 80% دلوقتي مشاهده عنف. دلوقتي مش زي توم وجيري، يعني عارف كانت حاجات بسيطه مبسطه للاولاد، بقى عنف فعلا يعني تمام. فالولاد زي سوبر رمان يعني باتمان دلوقتي زي. الولاد فعلا في حاله حصلت ان الولد عامل يعني الولاد عايزين يعملوا زيه فنط من فوق السطوح ومات. فديت برضو حاجات سلبيه للدراما زي ما قلتي حضرتك دلوقتي الافلام والسينما وبقت افلام الكرتون، بل بالعكس دلوقتي بنبه الاهالي لما هو اخطر. دلوقتي عندنا اصبح بعض الالعاب على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا زي لعبه الحوت الازرق ولعبه البوكيمون، دي العاب يعني الحوت الازرق انا فاكر انه الحوت الازرق تسببت في وفاه طفل مصري كان عمره 16 سنه السنه اللي فاتت، وحادثه شهيره جدا، وكان ابن عضو مجلس الشعب سابق. فعايزين نقول ان مستوى حتى وقعت الانتحار بتاعت طالب كليه هندسه دي، لينا زميله اسمها دكتوره امل صالح بتعمل بحث عن الموضوع، بتقول ان حالات انتحار كتير جدا بين طلبة أو شباب في نفس الظروف
متكرره، فبتقولي ممكن يكون هم بيقروا حاجه معينه او بيستقوا من مصدر معين فبيأثر على فكرهم يدفعهم ان هم يوصلوا حاجه زي كده. تمام. انا شايف انه كميه العنف زادت جدا في المسلسلات والدراما المصريه، وده انعكس على الشارع المصري وفي داخل البيوت المصريه. اعتقد انه لابد من اعاده نوع من الرقابه السلوكيه على المؤلفين، ولابد ان كل مؤلف قبل ما يبتدي يالف حاجه سواء لعبه او مؤلف درامي انه يتم الكشف عليه نفسيا، ويتم يعني عشان نعرف مدى نضجه النفسي وانه يبقى مؤهل انه يكتب حاجه، خاصه لو الحاجه ديت هتعرض على النشا او المراهقين. هل الرقابه بس هي اللي ليها دور، ولا الاسره برضو يا دكتور لها دور؟ والله يا فندم الرقابه ليها دور والاسره ليها دور، وكمان لو عايز استطرد مع حضرتك الدوله نفسها ليها دور، لانه الدوله كان زمان عندنا حاجه اسمها المؤسسه العامه للسينما، وكان عندنا في التلفزيون المصري في مسبيرو حاجه اسمها قطاع الانتاج. الروائع اللي انا ذكرتها كلها اللي هي زي مسلسله لن اعيش في جلباب ابي، ومثلا مسلسل الوتد، ومسلسل ليالي الحلميه، والمسلسلات العظيمه كلها بتاعت زمان، الشهد والدموع كمان، والشهد والدموع كل ده كان انتاج قطاع التلفزيون. فاحنا عايزين نقول ان الدوله هي اللي لازم تتوسع في هذا الانتاج علشان تمسح الاثر السيء للدراما المستورده علينا في مصر. نموذج مثلا عشان نقول، طب احنا ليه اساسا بنتكلم في الموضوع دوت؟ دلوقتي في مفهوم جديد بدا يظهر في العالم اسمه مفهوم القوه الناعمه. القوه الناعمه اللي هي السوفت باور او السوفت باور. هتحبي تسالي عنها او حاجه؟ لا، هو انا كنت عايزه اتكلم مع حضرتك عن حاجه تانية. احنا دلوقتي برضو بمناسبه الحرايق بتتكلم فيه ده، والوظائف والحاجات كلها اللي اتاثرت بيها الدراما والافلام. في عندنا زي ستيريو تايب كده بقت عن السكرتيره، عن الخادمه، عن حتى الحما، ان احنا كنا زمان مثلا كان في المسلسلات وفي الافلام كانت دايما ان السكرتيره ان هي هتخطف مديرها هتخطفه من مراته، الخدامه ان هي غير امينه وان هي هتسرق. حتى مثلا حتى ابسطها يعني اخر الحاجات اللي كانت متقدمه في الحساب يجمع كانت يسرى، كانت نعيمه، كانت المفروض ان هي كانت كويسه جدا وكانت بتشغل ناس وكانت امينه جدا، بس برضو لما الظروف جت عليها لجأت ان هي تسرق. تمام. احنا عندنا امثله من دي كتير. حتى الحما المفروض ان هي بتطلع بدور اللي هي الشريره اللي هو ابني لا وتاخده مني ليه والكلام ده، مع ان عادي جدا في كتير. والممرضه اللي تسهر بالليل ايوه اللي تسهر بالليل والمفروض ان هي قال يعني دي طبيعه العمل بتاعتها وهي بتشتغل يعني اي حاجه ثانيه بتروج الدراما فعلا احيانا لاتجاه سلبي بالظبط، لدرجه ان احنا دلوقتي مثلا عشان اروح اشتغل مثلا حتى لو وظيفه زي السكرتيره او حاجه بقيت ان انا ما اقدرش ان انا اقدم فيها، مش عشان الشغلانه نفسها وحشه، بس عشان اولا ان الناس بتفكر بطريقه مش كويسه للسكرتيره، اتجاه سلبي للمهنه، خلاص بقى التفكير احنا بقى تفكيرنا طبيعته كده. تمام. انا بايدك طبعا في وجهه النظر دوت، ويجب ان يكون في برضو نوع من انواع التوجيه للكتاب والمثقفين انه ما يركزش على مهنه معينه. هي الفكره انه بيحصل نوع من انواع الترند، مؤلف تناول مهنه معينه واجابها بشكل سيء يبتدي كل المؤلفين يقلدوه في نفس الاتجاه. لا، انا بدعوهم انه ممكن اعمل مسلسل مره على ممرضه مثلا عملت حاجه وحشه، في المسلسل التالي اقدم نموذج الممرضه بشكل جيد، اقدم نموذج المحامي بشكل جيد. ليه؟ علشان التنوع دوت المحامي ده اتظلم قوي على فكره في السينما، اتظلم كتير جدا. وحسن سبانخ بقى وعادل امام ايه النصابه. فهي دي النقطة، إن أنا أقدم النموذج السيء والنموذج الكويس في نفس الوقت، وممكن على فكرة في نفس العمل الدرامي، يعني أنا ممكن أجيب ممرضة أقدم نموذج سيء ليها ونموذج كويس. أنا معايا مفاجأة سارة، أستاذ سامح الجندي المجهول في فريق اللي ماسك فريق الإعداد ونائب رئيس التحرير، بيقول لي معانا زميلتنا وسام باري متصلة من ألمانيا، إحنا سعداء جدا بوجودها معانا طبعا ونرحب بيها. أهلا وسهلا بيك يا وسام. أهلا وسام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتوني جدا جدا جدا، كان نفسي أكون معاكم النهاردة. برحب بزمايلي اللي في الاستديو وأقول لكم وحشتوني، محمد ونور ونبيلة. وحشتينا أنت أكتر والله. مفتقدينك أستاذ أحمد، منور الاستديو، أهلا بحضرتك. مفتقدينك كلنا يا وسام. النهاردة أنتوا بتتكلموا والله، وأنا كمان إن شاء الله قريب بإذن الله أرجع لكم تاني بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ أحمد، إحنا كنا عايزين نتكلم على واقعية الدراما سواء في مصر وبالمقارنة بخارج مصر يعني. فأنا ممكن أقول نبذة مختصرة عن الدراما في أوروبا. الدراما في أوروبا مختلفة تماما عن مصر في الواقعية، يعني هي كانت من قديم الأزل لحد دلوقتي واقعية 100%. عندنا في مصر اختلف الموضوع تماما في الفترة الحالية، إن ما بقاش فيه واقعية وبالتالي قلت المصداقيه.
فعايزين نتكلم في النقطة دي لو سمحت، ونوضحها كمان للناس ازاي نرجع المصداقية من تاني. يعني لما كان بينتج قطاع الانتاج في الإذاعة والتلفزيون المسلسلات والأفلام، ما كانوش بيختاروا النجوم على أساس شكلها ولا شياكتها ولا رشاقتها، يعني كان مختلفين. عندنا مثلا الفنان يحيى الفخراني والفنان القدير عادل إمام والناس دي كلها، يونس الشلبي، كل الناس دي كانت مختلفة في شكلها يعني ما كان يعني منهم الرشيق ومنهم الوسيم وغير الوسيم، وبالتالي كانوا بيختاروهم. يعني الأستاذ الراحل ممدوح الليثي رحمة الله كان ما بيختارهم على أساس الموهبة. تمام يا وسام، ما هو ده بالظبط. احنا على فكرة قبل ما تشرفينا باتصالك كنا بنتكلم في النقطة دي فعلا. اتفضل. هنرجع تاني لنقطة الدراما زمان، سواء مؤسسة العامة للسينما او لقطاع الانتاج في التلفزيون المصري دوت، لانه كان هو ده اللي كان بيمثل زراعة الدولة في الانتاج، فكان بيحاول يقدم النماذج الطبيعية للشخصية المصرية، بيقدم المحامي، الطبيب، المهندس الناجح، ضابط الشرطة اللي هو بيعاني برضو من ظروف الحياة، لكن في نفس الوقت كان دايما بيقدم الجانب الحسن للمجتمع المصري او الصورة المضيئة او المشرقة. عن اذن حضرتك المبالغه، يعني حتى في التصوير احنا دايما شايفين قصور فخمه، كمان عندنا شقق. طب انت من واقع تجربتك في مجتمع اوروبي ومجتمع زي المجتمع الالماني يا وسام، انت شايفه الدراما هناك يعني قريبه اكتر لذهن المشاهد وللصوره الذهنيه للمشاهد عن المواطن العادي طبعا بيخشوا في الصميم. يعني هم لما بيعملوا في مسلسل اسمه ليندا شتراسه، المسلسل ده بيتذاع بقاله 30 سنه، ناس بتعيش وناس بتموت وناس بتتغير، المصداقيه هنا جايه في الواقعيه، هم بيخشوا في صلب الموضوع على طول، بيلعبوا على مشاكل الناس اللي بجد، المجتمع بتاعهم، طريقة المعيشة، حياتهم عايشين بيها. احنا عندنا الواقعية انتقدت مع الوقت، بقى أهم حاجة احتياجات الناس، الناس بتحلم أكتر من توقعاتها، هي شايفة طول الوقت قصور وأجهزة إلكترونية حديثة جدا، وشايفة من حواليها الموبايلات اللي كل يوم بتتغير. يعني أنا شايفة إن بيجيب إحباط للمواطن العادي، بقى يقول لك الناس عايشة في قصور وبتاع، لا فطبعا الصور مش واقعية زي ما المفروض تكون، بقت خلاص بقت فيه المبالغه على طول، فما بقاش فيه مصداقيه. لذلك انا في اعتقادي ان الدوله برضو يا احمد بيه المفروض قاعد يا جماعه الطفل قاعد اتفرج على برامج الاطفال، انا اسفه يعني بعض برامج الاطفال مش كلها، شايف في الاطفال في السوري يعني في الايباد حاجات كده، كل طفل عايز حتى سوري في الاماكن الشعبيه وفي الاماكن اللي هي البسيطه جدا عايز ايباد وتابلت وعايز مش عارفه ايه وعايز يلبس ماركه شايف زميله في المدرسه ما اعرفش ايه، المدارس العاديه كمان ما بقاش يلعب زي الاول، الطفل نفسه ما بقاش يقلد اللي بيشوفه، يمارس الرياضات والحاجات اللي احنا ماسك التليفون. ما تتخيليش يا وسام احنا سعداء قد ايه بالمداخله والمفاجاه الجميله بتاعتك دي، تتصلي بينا من المانيا كده. وانا كمان نشوفك على خير ان شاء الله، ومستنيينك الحلقه اللي بعد الجايه اكيد. ترجع لنا بالف سلامه يا وسام. يا رب ان شاء الله. انا بس هاخد طرف الكلام من الاستاذه وسام، هي فعلا زي ما بتتكلم عن الواقعيه، هو ميزه انتاج الدوله ان هو بيقدم الشريحه الغالبه في المجتمع اللي هو الطبقه الوسطى، اللي هو لا هي الطبقه الغنيه اللي عايشه في يعني قصور وفيلا. احنا المفروض نرسل رساله من برنامجنا، اذا قلنا ان الاعلام هو مراه الشارع، يعني نرسل رساله من برنامجنا للدوله واجهزه المسؤول عن الثقافه والفكر في الدوله وفي الجهاز الاداري للدوله، ان هي لازم تتدخل مره اخرى في الانتاج وايجاد حتى تسويق عالي للموضوع ده، ان احنا ننشره في الدول العربيه السوفت باور اللي بنتكلم عليها. بالعكس يا استاذ محمد، ده انا بطالبها بالتوسع في الانتاج لسبب بسيط قوي، زي ما كنت بتكلم قبل كده ان دلوقتي بقى عندنا حاجه اسمها القوه الناعمه، اللي هي اجبار الاخرين او توصيل رساله للاخرين للتعاون معاك عن طريق الاقناع والجاذبيه وليس عن طريق الاجبار والاكراه. طب ايه وسائل القوه الناعمه او السوفت باور في العالم؟ هي الثقافه بتاعتك والقيم والدبلوماسيه. الثقافه اول حاجه فيها هي السينما او الفن. انا عايز اقول يا جماعه ان دوله زي امريكا كسبت العالم كله في صفها، واستقطبت عقول ضخمه جدا راحت هاجرت عندها زي الدكتور احمد زويل رحمه الله عليه، كل ده بالصوره المشرقه اللامعه اللي بتقدمها عن امريكا وعن المجتمع الامريكي، في حين انها ممكن تكون صوره كاذبه وغير حقيقيه. لو كلنا فاكرين ان في مسلسلات زمان زي فالكون كريست، زي دالاس، قدمت صوره براقه جدا. وحتى الهند برضه، الهند برضه انتشرت جدا في الدول العربيه بالسينما، بالسينما بوليوود والسينما الهنديه. تمام. هل هذا الدور ممكن نلعبه هنا في مصر تاني؟ طبعا بمنتهى السهوله. كلنا شايفين فيلم رائع زي فيلم الممر عمل ايه بالنسبه للمجتمع المصري؟ وحدنا جميعا. اثر تاني كلها اتفرجت عليه. طبعا يعني دي حاجه مصر كلها شايفها ان هي حاجه ان انت تقدر تتفرج عليها وانت احياء الروح الوطنيه واولادك ان انت يتفرجوا عليها، احياء التراث.
الخاص بمعنى اصح. بالظبط، احياء الروح الوطنيه واحياء النزعه القوميه تاني عند المصريين، اللي هي اساسا كانت موجوده او يعني لو نفتكرها في التسعينات كانت انعكاس لمسلسل رأفت الهجان من المسلسلات الوطنيه اللي اتعرضت. في نفس الوقت لو عايزين نعرف خطوره فيلم زي ده نقرا التعليقات اللي ظهرت عليه مثلا في دوله زي اسرائيل. الاسرائيليين كانوا بيراهنوا على انه هانشئ جاله مع الجرح بالظبط. لا ما هي طبعا يخاف اما يلاقي الناس بتتوحد على الفن، ما هو يتوحد في غير الفن. مش بس كده، بيخافوا منه. مش بس كده، لان هم كانوا الاسرائيليين كانوا بيراهنوا انه عن طريق تطبيقات السوشيال الاجتماعي وعن طريق انا هانشئ جيل كامل من الشباب العربي والمصري، جيل مغيب عن قضايا وطنه وامته. جه فيلم زي ده، فيلم الممر، مسح الكلام ده كله وصح الذاكره القوميه كلها. فهم في اسرائيل مستائين جدا من فيلم زي ده، وده دليل ان احنا نجحنا. فانا بدعو الدوله لانتاج فيلم زي ده تاني وتالت وعاشر. العلاقات بقى مع الجيران، الاول بقى كانت زمان طبعا زي مسلسل ساكن قصادي والمسلسلات القديمه دي وعائله شلش انقرضت ليه دلوقتي؟ يعني تحس ان دلوقتي بقى التفرقه جامده حتى في المسلسلات. تلاقي ان ممكن ده بيقتل ده، وده ان هو مثلا معلش يسرق ده. يعني الاول كنت ممكن تدخل بيتك لو انت مش موجود كان انت بتنيم جارك مع اولادك على ما تيجي. ده حقيقي. ففين ده في الدراما دلوقتي؟ ما هو برضو حضرتك بنتكلم، حضرتك ده تطبيق برضو لنفس النقطه اللي احنا بنتكلم فيها. زمان كانت الدراما زي ما حضرتك ذكرتي بتقدم حاجه زي عائله شلش، زي ساكن قصاد، وعلى فكره المسلسلات دي مصر كلها تبعتها. كانت بتعكس بيئه كنا عايشين فيها، كل اطفالنا في داخل العماره كان كلهم بيتربوا كلهم مع بعض، كل الابواب الشقه كلها مفتحه صيف شتاء، بتتقفل بس ساعه النوم فقط. كان يجي اي مسلسل احنا كنا كلنا بنجري نتفرج مع بعض عليه، نروح نتفرج عند الجار. فين دلوقتي؟ الاعياد، المناسبات. انا فاكر كويس جدا حتى اي بنت في عماره كانت بتتعكس في الشارع، كل شباب على ان دي اختهم. النهارده المقوله السائده في جميع العمارات المصريه، كل شقه مقفله، يمكن انت ما تعرفش جارك. ده الدور اللي احنا محتاجينه ومنتظرينه. احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده يا محمد برضو، ان هي دور الشقق اللي قصاد. انا نفسي معرفش لا، ونور مرم قالت لك الطبق بتاع احمد حلمي طبعا. ايوه. ولما كمان لما قلت على موضوع ان انا ممكن اتسرق من جاري اللي انا ما اعرفوش، افتكر ان هو ممكن جاري هو مش جار وعادي واحد جاي يسرقني. هل في مسلسل حديث عالج الكلام؟ في مسلسل مثلا انا فاكر ان انا ومصر كلها تابعته اسمه سابع جار. قدم صوره سيئه جدا عن علاقات الجيران، كان نماذج مش كويسه. طب ليه بقى ما رجعش قدم تاني حاجه زي عيله شلش وزي ساكن قصادي، تقوم تساعد نفسها على تحسين العلاقات ما بين الجيران داخل العمر الواحده، ومن المجتمع كله ينهض والمجتمع كله يحس. رسائل بنوجهها من برنامجنا هنا، من برنامج تأملات انسانيه، للدوله والمسؤولين عن الثقافه والفكر في مصر. لازم نرجع تاني نقوم بالدور القيادي حتى في الفن. احنا اثرنا على المجتمع العربي وعلى دول كتيره من خلال الفن. اذكر ان في واحده وقفت عادل امام في اوروبا وقالت له انا بحبك 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 لان ابني اتعلم اللغه العربيه من افلامك. شوفوا قد ايه حتى اللغه ونشر الثقافه والفكر للناس اللي في بلاد المهجر. عشان كده اسمه الزعيم. طبعا. كنا سعداء جدا بوجود معاليك معانا احمد بيه. طبعا يعني وقت الحلقه ما اسعفناش، ولكن احنا عايزين وعد من حضرتك دلوقتي ان انت تيجي معانا ضيف في حلقه قادمه باذن الله. بإذن يعني الله. نرتبها مع بعض، وده يكون شرف كبير لنا باذن الله مع بعض دايما. وده يشرفني هذا الوعد يا استاذ. ده شرف كبير لينا، واعتبر وعد من دلوقتي. تسلم. نورتنا يا فندم. كنا معكم محمد نجم الدين، نبيله صبحي، وسام باري من على التليفون، ونور أسامة. تأملات إنسانية بيت العيلة، انتظرونا في الحلقة القادمة.